رغم ما حدث للمسيحيين منذ مجيء الإسلام إلى داعش، لأن المسيحية تعرضت للاضطهاد والتنكيل الديني. بس انا يعني انا من اطلع يعني القوه الحقيقيه مالتي اني ارجع الارض. انا عندي ايمان قوي بالسيد المسيح له المجد انه ابقى باي الارض مهما تكون التضحيه. واتجي إلى أوروبا، أموالي وأخليها ورا ظهري، واتجي إلى أوروبا وأصير خدم هناك.